تعيش مدينة جيبس ليامات الأخرى على وقع مهرجان جيبس سينما فن اللي استقبل زوار وفي دورته الخامسة اللي انطلقت نهار الخميس 27 أفريل وتتواصل حتى نهار 2 ماي. الدورة تعرض 10 أفلام في مسابقة الأفلام الرسمية بين روائي وثائقي من تونس، المغرب، مصر، فلسطين، لبنان، السودان والعراق، وتتمثل قائمة الأفلام في السد إخراج علي شيري وهو من إنتاج سوداني لبناني، فيلم اليد الخضراء إخراج جمانة مناع من فلسطين، فيلم شظايا السماء للمخرج عدنان بركة من المغرب، فيلم حديد نحاس بطاريات لويسام شرف من لبنان، فيلم 19 بي إخراج أحمد عبد الله من مصر، فيلم جولة ميم المملة لهند بكر من مصر، فيلم العودة إخراج ميار الرومي وإنتاج فرنسي ألماني قطري، فيلم جيولوجية الافتراق إخراج ثنائي ليوسر جيسمي ومارو مازوتشي وإنتاج تونسي فرنسي، فيلم بلد إضاءة إخراج عشتار ياسين وإنتاج مصري عراقي. وتتكون لجنة التحكيم المسابقة من السينمائي ومدير التصوير المصري محمد حمدي ومخرجة أفلام التحريك التونسية نيديا رايس والفنانة البصرية المغربية تودا بوعنين. كما يعرض المهرجان 10 أفلام ضمن القسم المتعلق بتجربة العالم الافتراضي وتسع أفلام فيديو ضمن قسم الكازما، إضافة إلى عرض 6 أعمال في فن الفيديو للفنانين تونسيين شباب وهذا في إطار كاوف. وتقدم برمجة جيبس سينما فن خارج المسابقة في خانة عروض خاصة أول فيلم روائي طويل لكل من يوسف الشابي في أشكال وأريج سحيري في فيلم تحت الشجرة، ونلقاو الفنان التونسي نجيب بالقاضي في فيلم باستاردو في نسخته جديدة وهذا احتفاء بمرور 10 سنوات على إنتاجه. الدورة هذه اختارت تكريم المخرجة والمنتجة الجزائرية ناريمين ماري اللي نذكره من أعمالها الفيلم الوثائقي لوبيا حمراء اللي خرج نهار 5 جويلية 2013 وتحصل على العديد الجوائز وأهمها أفضل وثائقي في مهرجان كوبنهاجن الدولي للفيلم الوثائقي. كما يتخلل للعروض نقاشات، ماستر كلاس، ورشات وعروض موسيقية وفنية، نذكر منها عرض موسيقي للفنان رامي الهرابي يجمع بفرقة عيساوية جيبس بعنوان فيروس 2020. كانت هذه دقيقة ثقافة، قدمها لكم أنس الزميلي. نتلقاو في موعد آخر.